ان هو فعلا يخلص الفرصة هذه. كرة ترجع مرة ثانية للتوماسي، يلعبها جهة بانوتشي، بانوتشي الكرة معاه يتقدم فيها في 6 دقائق من زمن الشوط الأول من المباراة، والتعادل لا زال قائم. وهني توتي، توتي عرضية حلوة هذه تنحط في الجول، جول جول فييري، هدف 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 لفييري، هدف لفييري هداف المنتخب الإيطالي وثالث هداف في الدوري الإيطالي. هنا يفتتح التسجيل في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من المباراة في مرمى الإكوادور. إذا إيطاليا 1 إيطاليا 1 عن طريق فييري. شايف يعني تصليحة جميلة جدا، كانت لعبة حلوة جدا من توتي، ملك روما كما يلقب، يلعبها على طول عرضية وعلى شمال فييري اللي يسجل منها هدف المنتخب الإيطالي. هنا طبعا يتنفس ترابتوني صعدة في هذا الهدف، سعيد جدا بهذا الهدف، وضع طبيعي وهدف هدف لفييري اللي سجل في الكالتشو 22 هدف، وهو ثالث الهدافين بعد الحقيقة هوبنر وبعد أيضا تريزيجيه اللي كل واحد منهم عنده 24 هدف.